بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل موضوعنا Mathematical Representation of Polarizers، وتوقفنا المحاضرة الماضية عند Retarder as a Polarizer. وظيفة الريتاردر زي ما حكينا التأخير، تأخير مركبة من مركبات المجال المغناطيسي الكهرومغناطيسي المصاحب للموجة الكهرومغناطيسية أثناء انتشارها. إذا افترضنا أنه الانتشار بهذا الاتجاه، فهذا الريتاردر يعمل على تأخير مركبتي، واحدة من مركبتي المجال الكهربائي بعد نفاذ الموجة من خلال هذه الشريحة. فمثلا هذه الشريحة المحور العمودي هو الفاست اكسس، والمحور الافقي هو السلو اكسس، وبالتالي نجد ان المركبه الموازيه للفاست اكسس نفذت قبل المركبه الموازيه للسلو اكسس. والتاخير او التقديم، يعني هذه المركبه مقدمه على هذه المركبه، يمكن أن نقول بهذا الشكل، أو هذه المركبة متأخرة عن هذه المركبة. فالتأخير أو التقديم يعتمد على فرق المسار الذي أحدثته هذه الشريحة نتيجة مرور الضوء عبرها. فمثلا إذا كانت هذه البليت أو الشريحة من النوع لامدا أوفر 4، معنى أنه فرق المسار رح يكون بواقع ربع طول موجي مثل ما إحنا شايفين في هذا الرسم. هذا واحدة من المركبات وهذه المركبة الأخرى، فالفاصل بينهم هو بواقع ربع طول موجي. الماتريكس التي تعبر عن هذا النوع من البولارايزرز هي 2x2 ماتريكس، عناصرها A B C D. فمهمتنا في كل نوع من أنواع البليتس هذه أنه نوجد القيم A و B و C و D. يعادل الكلام اللي تحدثت فيه قبل شوي، أنه الفيز ريتاردر introduces a phase difference between orthogonal components. إذن هو يحدث فرق في الطور بين المركبات المتعامدة، وعادة ما يكون عندنا fast axis و slow axis كما هو مبين في هذا الشكل. الآن الموجة تنتشر بهذا الاتجاه، يسقط على البليت ضوء مركبات مجاله الكهربائي بهذا الشكل وتكون متزامنة، يعني تسير معا. بعد نفاذها من الريتاردر تكون واحدة مقدمة على مركبة، تكون مقدمة على المركبة الأخرى. والعملية اللي بتصير إذا بدنا نترجمها رياضيا، أن المركبة الأفقية يحدث أو تتحول إلى مركبة يتم صياغتها من خلال طور ابتدائي اللي هو إبسلون إكس، والمركبة العمودية يتم صياغتها من خلال طور ابتدائي آخر هو إبسلون واي، بحيث أنه هذه الأطوار، عفوا أنا حكيت أطوار ابتدائية، هذه الأطوار تستجد على المركبتين بعد نفاذها من الشريحة. فاي إكس وفاي واي هي الأطوار الابتدائية، بينما إبسلون إكس وإبسلون واي هي فرق الطور الناشئ عن نفاذ الضوء من خلال الشريحة، نفاذها من خلال الشريحة يحدث هذا الفرق. وبالتالي المركبتين المتعامدتين يحدث بينهما فرق في الطور، يمكن تحديده من خلال إبسلون واي ماينس إبسلون إكس أو إبسلون إكس ماينس إبسلون واي، بينما العناصر هذه دائما تبقى عناصر صفرية.
وإحنا تحدثنا عن أنواع الأوبتيكال بليتس، الأوبتيكال ويف بليتس التي تستخدم كبولارايزرز، كوارتر ويف بليت وهاف ويف بليت. وكل نوع ينقسم إلى قسمين، قسم عندما يكون السلو أكسس فيرتيكال أو السلو أكسس هوريزونتال، بناء عليه يتم صياغة المصفوفات بالطريقة اللي راح نشرح عليها بالسلايد القادم. لكن في سؤال انطرح في المحاضرة الماضية وهو سؤال جيد، يعني صحيح الريتاردر، هيك كان السؤال، بيعمل فصل للمركبتين، طيب ما الفائدة من ذلك؟ ما الفائدة من ذلك؟ لاحظوا هون أنا حصلت من المركبتين على حالتين استقطاب، والحالتين الاستقطاب غير متزامنتين، فإذا مطلوب مني أني أتحرى تفاعل الضوء مع المادة بالنسبة لاستقطاب معين باتجاه واستقطاب آخر يليه فترة زمنية قصيرة باتجاه متعامد، فمن المناسب أني أستخدم الريتاردر، وهذا له تطبيقات متعددة في تحري خواص الثين فيلمز. الثين فيلمز عندما يتفاعل الضوء معها، عندما يتم تحري مواصفات هذه الثين فيلمز واستجابتها للضوء وتحديدا الضوء المستقطب، فمن المفيد جدا أن يكون هناك ريتاردر، والريتاردر هذا بكون أوتوماتيكلي بيشتغل، يعني بيعمل على فصل المركبات بشكل أوتوماتيكي، بحيث يتم دراسة استجابة المادة التي يسقط عليها الضوء تبعا لهذه الحالة من الاستقطاب، أو هذه الحالة من الاستقطاب مع فاصل زمني قصير جدا. السلايد التالي، من نوضح العلاقة ما بين دلتا سمول ودلتا كابيتال. دلتا كابيتال هو الباث ديفرنس، ودلتا سمول فيز ديفرنس. في الحقيقة الويف بليت بيعمل فرق في الطور، فرق في المسار عفوا، فرق في المسار نتيجة مرور الضوء من خلال سمك معين، ينشأ فرق في المسار اللي بنسميه الباث ديفرنس. ولكن حتى نستطيع أن نحسب الفيز ديفرنس من الباث ديفرنس، فنلجأ إلى هذه العلاقة. هذه العلاقة ببساطة معناها أنه لما أنا أخذ فرق مسار على طول موجي كامل، هذا يكافئ فرق طور على دورة كاملة. هذا اللوجيك المتبع مع هذه العلاقة. الباث ديفرنس أوفر one full length is exactly equal to the phase difference over one full cycle. ومن خلال هذه العلاقة بضرب، باخذ دلتا لحالها اللي هو الفيز ديفرنس، تساوي 2 باي في دلتا كابيتال على لامدا. طب ايش هي الفيز ديفرنس؟ هي الابسلون واي ماينس ابسلون اكس، اللي هي فرق الطور اللي بنشأ نتيجة مرور الضوء من خلال البليت. فعلى سبيل المثال في الكوارتر ويف بليت، دلتا تكون لامدا على 4 زي ما شفنا في أول سلايد. إذا عوضت دلتا هذه في هذه العلاقة، بتمكن من حساب دلتا سمول اللي هي الفيز ديفرنس. فالفيز ديفرنس تساوي 2 باي على لامدا، اللي هي 2 باي على لامدا، ضرب دلتا كابيتال اللي هي لامدا على 4 في حالة الكوارتر ويف بليت. فقديش دلتا بتكون في حالة الكوارتر ويف بليت؟ باي أوفر 2. لاحظوا هون دلتا تقدر بالراديان، هي زاوية، ودلتا كابيتال الباث ديفرنس يقدر بالمتر، هو باث لينث طول مسار، فهو يقدر في المتر، بينما الفيز ديفرنس يقدر بالراديان. فلاحظوا هون أنا حتى أحسبه بالراديان لجأت لهذه العلاقة. فالكوارتر ويف بليت الفيز ديفرنس بكون فيها باي اوفر 2. طب ماذا عن الهاف ويف بليت؟
هاف ويف بليت تعني أن فرق المسار دلتا كابيتال يساوي نصف طول موجة لمدة على 2. دلتا اللي هي نصف طول موجة بعوضها في هذه العلاقة، أجد إنه دلتا سمول اللي هي الفيز ديفرنس تساوي 2 باي على لمدة، 2 باي على لمدة ضرب الفيز ديفرنس اللي هي لمدة على 2 في حالة الهاف ويف بليت، فبتطلع يساوي باي. فبدي إياكم تتذكروا هذا الأمر، الكوارتر ويف بليت الدلتا سمول إلو باي أوفر 2، والهاف ويف بليت الدلتا سمول إلها باي. إيش هي دلتا؟ إبسلون واي ماينس إبسلون إكس. طيب بنيجي على تحليل الكوارتر ويف بليت بالنسبة للسلو أكسس عندما يكون فيرتيكال أو هوريزونتال، وكذلك الأمر بالنسبة للهاف. من الضروري بمكان أنه نتذكر شكل المصفوفة التي تعبر عن جونز ماتريكس للريتاردر. حكينا أورثوغونال، وهون عندنا أصفار. فالكوارتر ويف بليت زي ما حكينا قبل شوي دلتا إلها باي أوفر 2، لما السلو أكسس يكون فيرتيكال يعني المركبة الأفقية تسبق المركبة العمودية، هاي معناها، أو المركبة العمودية تتأخر عن المركبة الأفقية. فلما السلو أكسس يكون فيرتيكال اي واي ماينس إبسلون واي ماينس إبسلون إكس تساوي باي أوفر 2، يعني أنا بهمني إنه الفرق يكون باي أوفر 2. هل إيش هي إبسلون واي وإيش هي إبسلون إكس مش مهم، بس حتى أنا أجعل الصياغة يعني من وجهة نظر رياضية مقبولة إلى حد ما، يمكن أن أعتبر إنه إبسلون إكس ماينس باي أوفر 4 والإبسلون واي تساوي باي أوفر 4. المهم أنا لما بدي أطرحهم أحصل على هذه النتيجة. كيف كانت التفاصيل هون مش كثير مهم، لكن المهم أنه لما أطرح إبسلون واي ماينس إبسلون إكس يكون يساوي باي أوفر 2، فعند اختياري الماينس باي أوفر 4 لإبسلون إكس والباي أوفر 4 لإبسلون واي وأعمل عملية الطرح بينهم، أجد أنه دلتا تساوي باي أوفر 2. الآن بعوض إبسلون إكس هنا اللي هي ماينس باي أوفر 4، هي عوضتها، والإبسلون واي بعوضها هنا، هي عوضتها هون، بلاقي إنه في عامل مشترك، وهذا العامل المشترك بجعل أو بمكنني من إعادة صياغة هذا الشكل بهذا الشكل، فهذا الشكل صحيح وهذا الشكل صحيح. طيب ماذا عن الهاف ويف بليت؟ طبعا قبل ما ننتقل للهاف ويف بليت، ماذا لو السلو اكسس هوريزونتال؟ بدها تنعكس هاي الاشارات، بيصير ابسلون واي اللي هو الماينس باي اوفر 4 والابسلون اكس الموجب باي اوفر 4، وبنكمل الخطوات كما هي. طب بالهاف ويف بليت احنا حكينا انه الدلتا تساوي باي، فلما دلتا تساوي باي الفرق ما بين إبسلون واي وإبسلون إكس لازم يكون باي، فلما أختار إبسلون واي على إنها باي أوفر 2 وإبسلون إكس ماينس باي أوفر 2 وأعوضهم في هذه المعادلة، بحصل على هذا الشكل من المصفوفة للهاف ويف بليت عندما يكون السلو أكسس فيرتيكال، وبحصل على هذه المعادلة أو على هذه المصفوفة لما يكون السلو أكسس هوريزونتال. فمطلوب منكم أعزائي أنه يعني تراجعوا كتابة المصفوفات لهذه الأربع أنواع من البليتس بتمعن وحسب المنطق اللي أخذناه، وتعملوا عدة محاولات وتستفسروا عن ذلك خلال فترة المحاضرة أو بعد ذلك. لهون إحنا بننهي محاضرتنا.
يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.